السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس أحمد المجيد الصريفي. أعتذر عن التأخير بمحاضرات ضمن الأنسيس سي اف دي، لكن الظروف خارج عن إرادتي. راح نكمل وياكم سلسلة المحاضرات والكورس كامل، وارتأيت أنه يكون أو ثاني محاضرة هو عبارة عن تطبيق حقيقي لرسالة ماجستير ضمن هندسة الموارد المائية، وضمن تطبيق فعلي للبرنامج ليتبين للباحثين أو للمهندسين بصورة عامة إنه شنو استخدام البرنامج وشنو النتائج اللي ممكن نحصلها وبكل تفاصيلها، وشو راح يكون عندنا أداة مهمة هو الـ CFD لتطبيقات كثيرة. نبدأ ياكم هو هذا هو التطبيق اللي هو تحريات على تأثير استخدام منشأ هيدروليكي ضمن التأثير على الهيدروداينامكس اللي هو الهيدروديناميكية الديناميكية المائية ضمن الجريان في القنوات المائية أو الريفر الانهر بصورة عامة. نبدأ يكون عندنا الأهداف بصورة عامة. الأهداف عندي كالتالي: أول شيء إنه نطور موديل ثلاثي الأبعاد للقناة باستخدام برنامج السي اف دي، ثم نتأكد من هذا الموديل. قلنا إحنا أي موديل لازم نسوي له فاليديشن، فنتحقق عن طريق إنه مقارنة مع انه اكسبيرمنتال داتا منشوره، او اصلا تكون الدراسه عباره متكامله عباره عن اكسبيرمنتال واند نيوميريكال. بالاخير راح نسوي انه تحريات جديده خارجه عن الفاليديشن باستخدام هو البرنامج نفسه ضمن الباراميترز مختلفه، كونفيجريشنز مختلفه، وبالاخير راح نشوف شنو النتائج اللي راح تطلع لنا حتى نقارنها ونوصل الى البيست ديزاين. اول شيء راح نظهر انه عنده هذا المنشأ هو الهوكي، عندنا بصورة عامة هو الجروينز اللي هي صاعد الامواج ضمن رسالة الماجستير. راح يكون عندنا شكلين: الاليبتيك والهوكي جروين. هاي مجرد انه نوضحها هنا عندنا انه هذا يكون الشكل وهذا الجريان من هاي الجهة، والتغير بال هنا البروجكشن وهنا الاورينتيشن. ديزاين اوف لاند، طبعا لازم نعرف انه ما طول يصير عندنا مجموعه من التحليلات لازم يكون عندنا في التصميم لها اللي هو ديزاين اوف لاند لسهوله التوضيح وسهوله انه يكون للمتلقي انه يستوعب انه شنو اللي تسويه. نوضح هنا انه عندنا هنا مجموعة من التحليلات بعددها 7، ومن هذا الفلو شارت واللي هو يخص الفاليديشن. النوب عندنا تحليلات جديدة ضمن الاليبتيك واللي هو هذا يخص اللي اخذنا باراميترز جديدة عدل عكس اللي موجودة، اللي هو من ناحية العدد من ناحية السبميرجنس ريشيو. وهذا الشيء هو اللي نتأكد منه شلون نختار هاي الباراميترز عن طريق الليترشر ريفيو ضمن أطروحة أو الرسالة الماجستير أو الدكتوراه. أول ما يبدي بأي باحث يبدي بالليترشر ريفيو، هذه مراجعة الأساسيات المصادر الأدبيات إحنا نسميها بالعربي، إنه نراجعها حتى نتأكد شنو الشيء اللي ما حد مشتغله سابقا أو اللي يستحق البحث أو اللي يحتاجه الوسط العلمي كبحث. والنوب احنا بالرسالة الماجستير عندنا هذا شكل جديد ضمن انه ما حد مشتغله، فاشتغلنا على هذا الشيء انه يكون باراميترز جديدة شكل جديد. واحنا دائما نعرف انه اي بحث علمي عبارة عن فرضية ثم اختبارها ثم اما يس او نو. اذا فرضنا الشكل الجديد هذا وعن طريق سهل الامر عن طريق السي اف دي راح يسهل الامر، بدل ما انه اكسبيرمنتال وكوست عالي راح يشتغل السي اف دي بمراحله. فيكون عندنا هذا الشكل الجديد اللي راح نسوي له تيست ونعرفه انه هل هو يس او نو على حسب الهيدروداينامكس مال الفلو. وراح نبدي انه هاي الكودات، بما انه قلنا انه راح تصير عندنا مجموعه من التحليلات يعني مقدارها بحدود 60-70 تحليل، فلازم عندنا كود حتى يكون عندنا سهولة بالعرض عند الكتابة. وهذا الكود اللي هو ناخذ أول رمز ثم ناخذ مثلا عدد باراميترز ثم ناخذ نسبة الغمر اللي هي 75%
125 اللي فوق مغمور فول يعني ويا الارتفاع مال المنشأ، أو أقل من يمه اللي هو 75%، وهكذا. فهذا الكود وهذا التوضيح مال الكود. نجي هذا احنا ماخذينه سابقا، هنا راح نشوفه فعلي. يعني انا وضحت لكم بالمحاضره السابقه انه الخطوات الرئيسيه للسي اف دي موديلنج، وبالتالي راح اوضح لكم اياها بصوره عمليه تطبيقيه راح تكون عندنا بهذه المحاضره. قبل ما نبدي انه بالجيومتري وتفاصيله، مجرد عندي سلايد واحد من ذيك المحاضره احب انوه عليه، واللي هو هذا. احنا هنا ذيك المحاضره قلنا لكم انه احنا قبل ما نشتغل اكو كاركترستكس للمساله اللي عندي او الحاله اللي عندي، فلازم اخذها بنظر الاعتبار واكتبها كملاحظه عندي على صفحه. انه من ناحيه ستدي وان ستدي، من ناحيه الموديل مالتي هل هو فيسكوسيتي او غير فيسكوسيتي، كومبرسبل انكومبرسبل لامينار، يعني خصائص الجريان اللي تكون عندي ضمن القناه او ضمن اي شيء اللي هو يخص الفلو. نبدا هسه نكمل انه بالجيومتري. فاحنا عندنا اول من الجيومتري هذا التوضيح للجيومتري وتفاصيلها من ناحيه البوندري كونديشن ومن ناحيه التفاصيل. مجرد احنا رسمنا هذا المستطيل من ضمن المشهد الهيدروليكي، الجريان مبين انه هنا عندنا الانلت، عندنا هنا الانلت وهنا الاوتلت وهنا التفاصيل السايد وول والبيد فلوم، وعندنا هنا لوكيشن اوف جروين اللي هو اول بدايه على بعد متر، واذا كان عندي عدد اكثر فاخذ السبيسنج والنوب اكمل الابعاد البقيه. هاي مجرد توضيح. هنا عندنا الجيومتري رسم ورا الجيومتري. المرحله الثانيه اللي بالبري بروسيسنج ايضا اللي هي الميشنج. فالميشنج اول شيء عندنا ريليفنس سنتر اللي هو الفاين، هذا من الخصائص اللي تم العمل به مع هذا الجدول مقارنة. يعني احنا عندنا هنا الخصائص انه السايز فاكشن اخذناه اللي هو ابروكسيميت اند كيرفتشر حتى يبدي انه ينعم ويسوي قوس في الاماكن اللي يحتاجها. هنا عندنا الطريقة اللي اخذناها تترا هايدرا. طبعا ليش تترا؟ لانه هي الافضل طريقة هنا عندي ضمن الجريان المائع. يعني بتحكي لي انه غير شيء غير جرى مثل حراريات ضمن شغلات ستراكشر بليت ما بليت، لا ممكن انه اخذ غير شيء. بس انا بما انه عندي فلو حتى يحقق لي الشكل الحقيقي فناخذ هذا النوع من الميش. وعندنا ميش متريك اللي هو قلناها الاسكونس والاورفجنال كواليتي، وهاي الجداول طبعا كلش مهمه لازم نحصل عليها. واحنا طبعا احنا حصلنا ضمن الجود شغلنا انه كلش اوكي بالنسبه للفلو اللي هو يكون عندنا الستركتشر. طبعا نوعين العفو من الميشنج، عندنا ستركتشر وانستركتشر. اوكي اللي بصوره عامه يكون منتظم وغير منتظم. فبالمنتظم انه اقدر اقسمها براحتي، اقدر اوصل الى اكسلنت متريك يعني اوصل الى فول كواليتي للميش، ولكن بالحالات تكون انستراكشرد راح يكون عندي عدم السيطرة عليها. فبالتالي موصل فسووا عندنا الجدول حتى انه هذا حصلت جود وفوقها او اكسبتابل، فانا ما عندي اي مشاكل. انا حصلت فوق الاكسبتابل اذا كلش اوكي عندي. وهاي ما موضح عندنا انه جود اكسبتابل صار، وهذا صار عندي ضمن الجود اللي هو الارفجنال. هذا الشكل اللي يوضح لي انه هاي القناة اللي عندي، وهنا صارت تنعيم يوم هاي القناة. وهنا بدنا نوضح انه بصور اخرى راح يجي ونقول انه ليش دي يكون عندنا تنعيم في هذه المناطق. طبعا اللي ضمن التخصص راح يفهمني انه بصورة عامة الجريان احنا ايش عندنا؟ عندنا الجريان ممكن يكون لامينار ممكن يكون تيربلنت. فالمنطقة هنا راح يكون تيربلنت، اذا هنا التيربلنت احتاج الى دقة عالية حتى احصل على افضل نتيجه، لانه هنا تيربلنت يعني متغيرات في لحظه، متغيرات لكل جزء من اي بعد موجود عندي ضمن الجيومتري. بصوره عامه راح نعرض الموديل ضمن الانسيز فلويد. فجنرال عندي التشيك الميش مالتي ثم الجريان طبعا انستدي انتقالي والنوب الجرافيتي ضمن الواي اكسس من الرسم عرفناها. الموديلات بسرعة عندي ملتي فيس وعندي الفيسكوسيتي موديل.
المالتي الفيس مالتي فيس اختارينا الفوليوم اوف فلويد واللي هو يحقق لي افضل نتائج ضمن الاوبن شانل فلو. وعندي طبعا الكي اوميجا اس اس دي اختاريت مال التيربلنس لانه عندي الموديلات بصوره عامه كي ابسيلون اللي هي الاساسيات اللي تستخدم معادلتين كي ابسيلون وعندي كي اوميجا. ولكن انه الكي اوميجا الاس اس دي قام يشترك الفرق بين الكي ابسيلون والكي اوميجا. الكي ابسيلون يشتغل ضمن التيربلنس اللي يكون بالفري فلو بالسطح مال الجريان، ولكن الكي اوميجا يشتغل بالبيد يعني السكورينج ما سكورينج او اي شيء حفر يكون عندي ايروجين اي شيء ضمن القريب على الوول بصوره عامه. يعني هذا يشتغل على البعيد من الوول، هذا يشتغل من القريب. اجى الاس اس دي الموديل بعد التطوير مال العلماء واللي طوروا ضمن البرنامج فاشتغلوا على الاس اس دي وصلوا الى انه يشتغل هذا الموديل ضمن التيربلنس اللي يحقق لي ضمن البعيد والقريب واللي هو تقريبا يعطيني افضل نتائج. ولكن ليس اعتباطي الاختيار، لازم يكون مؤكد عن طريق بيبر سابق او عن طريق الجايد اللي عندنا ضمن نفس الموضوع. وفعلا انه ضمن هذا الموضوع انه مطي نتائج جيده جدا. البوندر كونديشن عندي انلت واوتلت والبيت، هاي افضل شيء يعني الماسف لو انلت هاي التصريف بالانلت بريشر اوتلت وعندي هذا وول. بالاخير عندنا الران كالكوليشن، طبعا اول شيء نشيك انه اذا عندنا مشكله ضمن الموديل اللي اخذنا، طبعا كله اوكي ما عندنا مشاكل، ما طول ماشيين احنا بصوره صحيحه للخطوات اذا ما راح تصير عندنا اي مشاكل بالنهايه. ولازم بصوره علميه لانه ضمن البرنامج، البرنامج هي تول اداه، ولكن اللي مفتهم الموضوع مفتهم انه شنو كومبيتيشنال فلويد داينامكس او مفتهم شنو الفلويد داينامكس راح يعرف يختار كل مرحلة بتفاصيلها وراح يفهم شنو يعني boundary condition، يعني شنو موديل، يعني شنو جريان، شنو جرافيتي، يفتهم شنو boundary condition وشنو operating condition وشنو cell condition. كل شيء لازم يكون مفهوم عند المستخدم. شيكنا التايم ستيب سايز، بما انه بالنهاية احنا راح يكون عندنا ستدي جريان فما عندنا مشكلة، مجرد انه ناخذ اقل شيء طبعا مو اعتباطي اكيد الى معادله خاصه بالتايم ستيب. الهيدروليك كونديشنز انه مجرد انه نعرض انه ضمن الفاليديشن انا عندي معلومات اللي هو العمق والتصريف الاحتياجين وعندي الفرضيات الجديده ضمن الاعماق 7.5 × 10 × 12.5 بالسنتيم تصاريف مالته اللي موجوده عندي استخدمتها ضمن برنولي اللي هو يعني فورم فلو. وهذا المتغيرات اللي ممكن احتاجهن تيربلنس انتنسيتي رينولد الهيدروليك دايمتر ضمن البرنامج. بالنهايه انه طريقه عرض لازم نعرف انه شنو اللي نحتاجه. فاذا هنا باوع انه انا اول شيء حددت انه الفلو الاوت والان منين دا يدخل ومن دا يخرج، انا وين خال المنشا مالتي لوكيشن، وين كثفت الكروس سكشنز حتى نفهم انه كثفت هنا لانه هنا التغيير راح يكون اكبر من هاي المنطقه لان هاي بدايتها. يعني نعرف انه اكو جران يونيفورم اكو نون يونيفورم، والنون يونيفورم نفسه انه بها انواع اللي هو الفايرد فلو بانواع. نبدا عندنا بالنتائج. النتائج عندنا اول شيء هاي دي يوضح لنا الاول شيء هاي مال فاليديشن. فاليديشن انه احنا ارتينا انه يكون المقارنه عن طريق الشيل ستريس مقارنة مع اللوكيشن اوف سكورينج اند ديبوزيشن اللي هو مواقع الحفر اللي يكون هنا ومواقع اللي يكون هنا ديبوزيشن. وهذا ما يوضح لنا يا البرنامج والوصول الى افضل نتائج عن طريق هذا الفاليديشن. طبعا اكو كثير حالات من الفاليديشن يعني احنا ما نعتمد، ولكن اللي انه الطريقه اللي وصلنا لها بالنسبه احنا كحاله هاي بهالطريقة. ممكن اكو عبارة عن شارت، اكو عبارة عن statistical factors انه تكون معاملات احصائية، ولكن انه في هاي الحالة احنا استخدمنا هاي الطريقة. وهناك عدة طرق للوصول الى الفاليديشن التحقق من اي برنامج نيوميريكال او نيوميريكال موديل بصورة عامة. النتائج راح نوضح لكم النتائج اللي ممكن تخرج من البرنامج وكيف نحللها ونشتغلها. طبعا هاي بعدين انه كل باحث وعلى حسب هو شي يريد من النتائج. يعني انا مجرد انه اقول لك انه النتائج هذا مثلا يعرض لي
بالسيرفس مال المي او مال الووتر يعني سطح المي اللي يكون عندنا هو هذا الفيلوسيتي. انت بعد انت شنو تريد من النتائج راح يبقى انت وتحليلك وانت متطلباتك للدراسه شنو المطلوب عندك. يعني بسرعه احنا مثلا هذا راح نوصل انه في شيء جيد هذا في شيء جيد ليش السبب انه زيد لي السرعه بهاي الجهه وقلل لي اياها بهاي الجهه وانا هذا اللي اريدها. هذا يعتبر يعني احنا نوصل الى هاي الراجع فكره صغيره انه فكره موضوع هاي الرساله هي عباره عن حمايه الضفه مالتنا بالنسبه للحدود بالنسبه للانهر الحدوديه مع دول الجوار انه حمايه هاي الضفه مالتنا دائما تكون ثابته ما بيها ايروجين ونزيد الجهه الثانيه ليش حتى ننقل خط الثالوث الى المنطقه في الجهه الاخرى. خط الثالوث من اصحاب التخصص راح يفهموني انه خط الثالوث هو اوطأ نقطه ضمن النهر ودائما نعرف انه اعلى منطقه من السكورينج هو راح يكون بها ضمن خط الثالوث. وبالتالي اذا زيدنا بالجهه الثانيه السرعه راح يكون بالتالي العلاقه طرديه راح يكون شيل ستريس عالي وبالتالي السكورينج اعلى وبالتالي راح يكون خط الثالوث بالجهه المقابل. اذا احنا حافظنا على اتجاه الجريان مالتنا حافظنا على النهر حافظنا على ممتلكاتنا من الاراضي ضمن هذه الموضوع من الرساله. هنا عندنا طريقه اخرى هو 3D اللي فيو او فيلوسيتي فايريشن فور سيلكتد كروس سكشنز. انا اختاريت المقاطع حددت وهذا يكون عندي واضح انه شلون المقطع نفسه ليكون هنا انخفاض وهنا يكون زياده بالسرعه وراح يكون عندنا توضيح بالبعد التالي. عندنا هذا يوضح لي الفورتكس مواقعها. طبعا الفورتكس وحدها كثير التخصص راح يعرف فورتكس وحدها الى دراسه خاصه بتفاصيلها بحجمها بشكلها بكل تاثيراتها. فاذا هنا بس نستعرض لكم اياها وكل باحث يعرف هو شنو راح يستخدمها ويستفاد منها. فهاي الطريقه اعرض انه الستريم لاين وعندنا هنا الفكتورز دي يعرض لي هنا الفكتورز وايضا دي يوضح لي اماكن الفورتكس الدوامات بيكون عندي. وهنا عندنا شيل ستريس بين عرض عندي اماكن ديبوزيشن واماكن اللي تكون بيس كورينج على شيء وبين هاي المنطقه دي يوضح لي انه هاي المنطقه صار بيها ديبوزيشن وهاي المنطقه اللي باللون الاخضر دي يصير السكورينج. طبعا احنا راح نعرف راح نجي اكو سؤال جدا مهم واهل الخبره استفادينا منهم بهاي اللحظه انه احنا شلون راح نعرف انه هاي المنطقه راح تكون بها سكورينج فعلي. هل اكو رينج اكو فشي محدد ام الشغله مجرد انه اعلى منطقه للسكورينج وعلى اوطى منطقه للسكور يعني الديبوزيشن هو اوطى قيمه للشيل ستريس والسكورينج هو اعلى قيمه ستريس؟ لا الشغله مو بهالصيغه. الشغله عباره عن دراسات مو بهالسهوله انه منطقه اللي يكون بها سكورينج هو عندما فشي اسمه عندنا كريتيكال شيل ستريس. يعني احنا بنوصل شيل ستريس مالتنا يعبر مرحله الكريتيكال معناها بدا منطقه بمرحله بالزون مال السيدمنتيشن وبالتالي دا يبدي بالسكورينج اند ديبوزيشن. وهذا عندنا ايضا ستريم لاين دا يوضحها اللي يكون بالبيض وشون دا يكون عندنا الشكل مالته. هنا أنا هذا طبعا هذا الشيء اضافة حبيت انه ينضاف ليوضح عندنا كثير من التفاصيل انه هنا أنا هذا 9 مقاطع على خط الكروس سكشنز مالتها حولناها للاكسل وتم الترتيب بصورة دقة وترتيب عالي ليوضح لنا بصورة عالية انه هذا المكان دا يقلب انه السرعة وهذا دي من يم السرعة وهذا اللي مطلوب عندنا. شكرا جزيلا استماعكم نتمنى ان تشتركون بالقناة حتى نستمر وياكم وانتظرونا بمحاضرات قادمة ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم.